وللمزيد حول انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين والبيان الذي أصدره مركز توثيق جرائم الحرب في العراق في هذا الشأن، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أو تنضم إلينا مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم. عليكم أولا السلام. وتحياتنا لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله دكتورة. بداية، أصدرتم أنتم في مركز توثيق جرائم الحرب بيانا حول ناحية عزيز بلد بمحافظة صلاح الدين، رصدتم فيه حوالي 90% من الناحية التي دمرتها الميليشيات في عام 2014. ما مصير العائلات في هذه الناحية بعد هذا الدمار؟ نعم، يعني كما تفضلتم من خلال التقرير، فقد وضحنا أن مصير العائلات التي بعد أن تم تدمير منازلهم وطبعا البنى التحتية في هذه المناطق، الأعداد قليلة جدا من هؤلاء، من هذه العوائل فقط هي التي استطاعت العودة إلى منازلهم، أما أغلبية العوائل فلم تستطع لحد الآن العودة إلى منازلهم، وذلك بسبب أن هذه المنطقة أصلا تم تدميرها بنسبة 90%، وهذا يعني أن لا بنى تحتية لا خدمات، حتى المدارس تم تدميرها بالكامل، يعني لا يوجد حتى فرص عمل لهذه العوائل لكي تعود إلى منازلها. إضافة إلى ذلك، فإن الميليشيات أصلا التي قامت بتهجير هؤلاء المواطنين من منازلهم لا زالت تشكل تهديد على حياة هؤلاء الناس وتمنع عودتهم إلى هذه المناطق. نعم. طيب الآن وبعد مرور 7 سنوات، ما الذي يمنع الأهالي من العودة إلى منازلها؟ الذي يمنع العوائل هو الميليشيات المتحكمة في العراق التي تغلغلت في كافة مناطق العراق وتحت مختلف الذرائع، التي تتخذ الإرهاب في بعض المناطق ذريعة لكي تمنع الأهالي، التي تتخذ مناصرة المذهب في بعض المناطق، كل هذه هي فقط من أفعال الميليشيات. إضافة إلى ذلك، لا ننسى أن الحكومة أيضا مساهمة بشكل فعال في مساندة هذه الميليشيات والخضوع لأوامر هذه الميليشيات وبالتالي منع الأهالي من العودة إلى منازلهم. نعم. نخرج من صلاح الدين ونذهب شرقا إلى محافظة ديالى، واليوم تتكرر فيها الانتهاكات مرة أخرى بعد تعرض قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية في المحافظة إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا. هل يعاقب الأهالي مرتين نتيجة الإفراج عن قاتلي أبنائهم في قضية مسجد مصعب بن عمير، والآن بالقصف؟ كيف ينظر إلى نهج الميليشيات هذا حقوقيا؟ نعم، بالتأكيد الميليشيات تستطيع أن تعاقب مرتين وثلاثة وأربع إلى ما تستطيع، لأن لديها أهداف محددة في هذه المناطق ولا بد من تنفيذها، وأول هذه الأهداف هو القضاء على هؤلاء المدنيين وتهجيرهم من منازلهم. الميليشيات ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذه المناطق. أولا هي تستهدف أبناء هذه المناطق من خلال القصف المتعمد وقتل المدنيين عمدا، إضافة إلى ذلك فهي تستهدفهم عن طريق هذا القصف من أجل تهجيرهم من هذه المناطق، وبالتالي منع عودة هؤلاء المدنيين إلى منازلهم، وبالتالي التغيير الديموغرافي، وهي أيضا جريمة يعاقب عليها القوانين المحلية والدولية. إذا كان إرهاب المدنيين والسكان الأصليين تعد جريمة في المواثيق الدولية، لماذا تقف الحكومة صامتة أمام هذه الجرائم؟ الحكومة جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الذي ينفذ في العراق. الحكومة تفرض الحماية القانونية لجميع الأفعال التي تقوم بها الميليشيات، وآخرها تبرئة المجرمين والمسؤولين عن هذه المزرعة في المسجد مصعب بن عمير. أيضا الحكومة تمنع الإعمار في المناطق المدمرة عن طريق، لا ننسى أن الفساد المستشري في الحكومة يمنع وصول حتى أموال التبرعات التي تقدم من قبل الدول إلى مستحقيها. إضافة إلى ذلك، لا توجد حتى مساندة للعوائل المدمرة التي تم تدمير منازلهم من خلال دفع التعويضات وحسم قضايا التي يطالب من خلالها الذين دمرت منازلهم بالتعويضات. الكثير من الأشياء التي تقوم بها الحكومة والتي تساند الميليشيات
في أهدافها التي تنفذها في العراق. هذا هو الجانب الحكومي، لكن على الجانب الدولي يعني جرائم حقوق الإنسان نجدها تأخذ الجانب الأكبر لدى العالم، لكننا نجد مجلس حقوق الإنسان الدولي والمحاكم الدولية وأيضا الأمم المتحدة والجامعة العربية وكلها معنية بالأمر، لكنها تنشط في بعض القضايا وتغض الطرف عن القضايا التي تهم الشعوب خاصة الشعب العراقي. لماذا؟ الحقيقة هناك مشروع دولي ينفذ في المنطقة ويعتبر العراق قلب هذا المشروع، ولذلك أضعاف العراق والإبقاء عليه في مثل هذه الحالة هو خدمة لهذا المشروع الأمريكي طبعا، وهو كما معروف في العالم. إضافة إلى ذلك فإن هذه الدول سواء الإقليمية أو الدولية مستفيدة من أوضاع في العراق، فلا مانع من الاستفادة من بيع الأسلحة وتقديم الخبرات، وكل هذه نظير مبالغ عالية تقدمها الحكومة في العراق في سبيل طبعا أن تبقى هذه الحكومة أيضا هي أيضا مستفيدة في البقاء على كراسي السلطة. ولذلك بيع العراق هو وإبقائه على هذا الحال هو جزء من صفقة دولية ومؤامرة دولية ضد العراق. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.